في سنغافورة الملابس الذكية هي المستقبل، فوفقا للباحثين فإن تلك الملابس ستعزز شبكات الاتصال بالإنترنت وستنقذ عمر بطاريات الأجهزة اللاسلكية مثل سماعات الرأس والساعات الذكية. ويسمح الاختراع واسمه ميتا ماتيريال للموجات اللاسلكية مثل بلوتوث والواي فاي بأن تتخلل الملابس القابلة للارتداء بدلا من انتشارها للخارج كالإشعاع في جميع الاتجاهات، الأمر الذي سيمكن الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء مثل الساعات والسماعات من توفير اتصالات أقوى وأسرع وموفرة للطاقة في الوقت نفسه. هذا القميص سيعزز الاتصال اللاسلكي بين الأجهزة حول جسدي بمقدار 1000 مرة. وطور الملابس الذكية فريق من 10 أفراد على مدار عام كامل، ويمكن استخدام الاختراع الجديد في قياس العلامات الحيوية للرياضيين ونزلاء المستشفيات. وحصل الفريق على براءة اختراع مؤقتة عن تصميم النسيج الخاص بالملابس الذكية، وهو قابل للغسل والتجفيف والكي مثل الملابس العادية، وتبلغ تكلفة المتر الواحد منها بضعة دولارات قليلة.